طيب هلا شباب بدنا اليوم ناخذ عن فيرست اوردر لوجيك. درسنا المره الماضيه هيك جنرال انترودكشن عن فيرست اوردر لوجيك مزبوط، وبعدين درسنا اول محاضره كانت في اللوجيك، درسنا شو هو اللوجيك بشكل عام وشو فيرست اوردر لوجيك وشو البروبوزيشنال لوجيك، بعدين ركزنا على البروبوزيشنال لوجيك السينتاكس تبعه السيمانتكس تبعه، وكمان المحاضره الماضيه عن ايش اخذنا شهاده؟ عن ايش كانت المحاضره الماضيه؟ لا مش تعطي المؤتمر اللي كمل. عن ايش كان؟ علي صوتي. عن ايش كانت المحاضرة الماضية شهادة؟ قبل. فاطمة. عن ايش؟ عن ايه لسه كمان مرة؟ ولا عن ايش كانت المحاضرة الماضية؟ ما حضرتيش يوم ثاني. لا الثلاثة بحكي. يوم الثلاثة عن ايش كانت المحاضرة؟ كنا نحكي فيها طرق الاستنتاج كيف نحول أورانز طرق الاستنتاج تاعت الفيرست أوردر لوجيك مضبوط؟ أي مرة طرق الاستنتاج على ايش كانت؟ ها؟ لا هي كانت على الفيرست اوردر، انت شو رايك؟ شهاده؟ لحد الان ما ذكرتيش. اتذكر هذا الجدول كنا نحاول فيه عن ايش؟ انا نولوجي كنا نحكي مختلفين. شو الاسم؟ دانيا. دانيا بتحكي عنا عن الفيرست اوردر، ومره بتقول عن البروبوزيشنال. لا البروبوزيشنال مش الفيرست اوردر. ايه سليم؟ عن الفيرست اوردر. الاسم؟ عيسى. عن ايش كان؟ الفيرست اوردر. طرق الاستنتاج الانفرنسنج رولز عن ايش كان؟ عن انولوجي بروبوزيشنال. ايش الاسم؟ محمود. بتسيب بيت لحم. جميل. بروبوزيشنال. عن بروبوزيشنال. يا بروبوزيشنال. بروبوزيشنال. اليوم بدنا نعطي السينتاكس والسيمانتكس تاع الفيرست اوردر لوجيك بسرعه، وبعدين ندخل في الانفرنسنج ميثودز تاع الفيرست اوردر لوجيك. هاي المحاضره زي ما الكتاب بالمناسبه الكتاب ما فيش فيه يعني اللي بيقراه، انا شخصيا يعني بقول انه يعني تشابتر 8 و9 بفهمهنش الواحد، فهمهنش الواحد الا اذا عارف اللوجيك. فجبت لكم كثير ماتيريال من خارج الكتاب، بس يعني هو نفس الموضوع لفهمه. في من حدا اخذت شوي من حدا اسمه انريكو فرانكون الاستاذ تبعون، في عنده اونلاين كورس على فكره باللوجيك، ودائما انا بقول بالمناسبه انه هذا الشخص هو من بولزانو في شمال ايطاليا، دائما عندهم منح ماجستير في المواضيع هاي، يعني طبعا هنا بيسكس عاده بس المواضيع الحديثه اللي لها علاقه باللوجيك. الريدنجز شو المطلوب في الامتحان؟ شابتر 8 وشابتر 9 شو كمان؟ شو كمان؟ كل شيء بقوله المحاضره بسجل كمان، واللي ما بقولوش موجود وين؟ لأنه يعني اليوم في كثير سلايد مش هشرحها، بس هي مش معناته انها مش مطلوبة، بس أنا ما حبيتش أحذفها عشان تقرأوها أنتوا لحالكم، لأنه يعني بيكون ما بدهاش كثير مش معقدة. هي عملية شرح زيادة بس. فخليتها، ما حبيتش أحذفها من السلايد.
الستريس هاي حتكون كثار، بس هذا مش انه موضوع يخوفكم، لا، بس عشان وانت تقرا انه يكون عندك حتى الاشي اللي انا حكيته بسرعة عندك تفسير عنه. طيب نبلش في كنا البروبوزيشنال لوجيك مقارنة بالفيرست اوردر لوجيك، انه كانت في مشكلة اللي هي انه احنا كنا ناخذ الجملة كلها ونتعامل معها ك ترو فولس، ما كنا نقدر ندخل جوا الجملة. زي مثلا لو قلنا مروة از فيميل، كيف نحولها كيف نحكيها بالفيرست اوردر لوجيك؟ خلينا نقول بالبروبوزيشنال لوجيك، سوري ايش هذا؟ مروة از فيميل، كيف بدنا نقول هاي انها، كيف بدنا نحكيها بالبروبوزيشنال لوجيك؟ يلا يلا كيو او اي بالضبط، فمتعامل معها ك بلوك واحدة، وهي الجملة يا ترو يا فولس. في شيء ثاني؟ لا. هلا هاي المشكلة لما الفيرست اوردر لوجيك في ميل هو عبارة عن يوناري بريديكيت، وفي له انستانس اسمه ماري او ماري او مروة او بيقول ها هيك لك. واذا كان هي ريليشن ها شو بنقول؟ عادي بتصير بين الريليشن، بنقول مروة از سيبلينز، او هذول هم هذول مروة وجون، سوري مش مروة ماري ماري وجون سيبلينز، ماشي. واذا كان في عندي كلام بدي اقول everybody is male or female، كيف بحكيها بال بالبروبوزيشنال لوجيك؟ عيسى كيف بقولها بالبروبوزيشنال لوجيك؟ برضو نفس الشيء، بدها تاخذ بلوك واحد، بينما بالفيرست اوردر لوجيك، بالفيرست اوردر لوجيك مالها كيف بحولها؟ بقول يلا بقول كيف فور اول اكس وانه في عندي ميل اكس اور فيميل اكس وهل هم جرى. هلا هلا بعدين اذكركم بس بانه في شيء اسمه فانكشن. شو يعني فانكشن؟ طب شو الفرق بين فانكشن وريليشن يا شباب؟ أنا بجيب لي مثال واقع عملي على فانكشن وعلى ريليشن. فرق نجحت بالسكريبت مان هاليكس هذه شو يلا انه كملي مروة اس في ميل، مروة اس في ميل هاي فانكشن هاي ريليشن فانكشن فانكشن يا ريليشن عندنا ست وعندنا ست كل ست فيها عناصر ريليشن بدي ديشنال رياض هيك اسمه بدي بالواقع كل اخ واخت زوج وزوج وابو وابن وفي هي علاقه بين مجموعه طيب فريند اوف فريند اوف ريليشن ولا فانكشن ريليشن طيب سم اوف فانكشن ريليشن صار من قبل عيد يعني نقول إكس سوري هذا إكس يعني بيرنت واحد مش تو بيرنت أو بيرنت بيرنت هو بيرنت هو هذا ليش هذا ليش ليه لأنه عندك ممكن واحد من البيرنت أكثر من واحد بس لأنه واحد أكثر من بيرنت لا سوري بيرنت أو واحد أكثر من بيرنت كده 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 عشان كده 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 كده
وايف اوف احنا نقول بالدين الاسلامي الوايف اوف الزوجة وايف اوف وايف اوف مصري هاي فانكشنال ريليشن فانكشن لا سوري الدين الاسلامي عشان بعد 20 سنة بدل ما تكلم شو الفانكشن ولا ليش؟ أنا حسب الوايف يعني. هلا وايف كوف مصطفى. هلا وايف كوف مصطفى شو بترجع؟ أربعة. مش أربعة. ممكن ترجع ممكن ترجع أربعة. ها؟ هذه الغير. هاي شو ترجع؟ نقول x equal y of مصطفى هلا x ممكن تحط فيها مضيع واحد كل حسب الدين الإسلامي زيرو ماكس هلا احنا يعني لا تفصيل ولا نكتة بس بيجي الموضوع طب حاليا ايش شو حاليا زيرو طيب فهون هاي الحالة صدق الدين الإسلامي هاي فانكشنال ريليشن ليش 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 ترجع أكثر معها مش نقول إنه ريليشن يبقى فيه دومين والكو دومين والدومين والرينج يكون فيه اللي طالع من هون رايح على أكثر من واحد أو العكس هاي ريليشن والفانكشن إنه من صورة إلى صورة واحدة إيش بالرينج نقول صح هاي صورة واحدة بالرينج لا لا أكثر من صورة طيب حسب مثلا دين المسيحي بصير فانكشن طيب اذا كانت هاي هزبر فانكشن طيب فاذر او فاذر او مصطفى هاي فانكشن ريليشن فانكشن هذا هو مصطفى كيف ترجع واحد دائما لما ترجع واحد يكون فانكشن ترجع اكثر من واحد يكون ريليشن طيب فريند اوف مصطفى ريليشن ها ريليشن براذر اوف مصطفى ريليشن سيستر اوف مصطفى ريليشن انتوا كيف انتوا شو الفرق بين فانكشن وريليشن تعال انا كل فانكشن هو ايش هو ريليشن كل ريليشن هي مش ضروره طيب ففي بالفيرست اوردر لوجيك كمان فانكشنز خليني امشي بسرعه هذا كله بتقراوه لحالكم هلا بس تذكيرا هاي السنتكس تبع الفيرست اوردر لوجيك هاي شيء هي مروه اللي بمرض من راب بوتوم اللي هي دي سيت اوف ناثينج وفاطمة هاي شي هي على صوت اللي هي نسميها الطوب اللي هي دائما ترو شو يعني او ترو شو يعني ست اوف ايفريثينج هاي ست اوف ناثينج وهي ست اوف ايفريثينج هاي النط هاي النو اند الاور الجلاس اللي كوبل هذا هو ايش هو بروبوزيشن شو نضيف عليه عشان يصير بالسنتكس عليه هذا عشان يصير فيرست اوردر بس شايفين شو ضفنا عليه شو تغير بالسلايد بس هذول الاثنين ها كم صار لوجيك ثاني اللي هو اليونيفرسال والاكستنشنال كوانتيفيكيشنز طيب كل هذا تقول لحالكم طيب هلا نيجي على السيمانتكس تاع الفيرست اوردر هلا السيمانتكس تبع البروبوزيشنال لوجيك شو كانت الفكره تبعته
البروبوزيشنال لوجيك. انه انا عندي ايش؟ كان عندي بروبوزيشن كامل. ها؟ شو كان السيمانتكس تبعه؟ يا كيو؟ طب اذا عندي انا هلا جمله بطلت كيو، صار انا بدي، طبعا كيف بدنا نحدد ونقول انها اليوم الدنيا مطر او مروى از تيميل. هلا اذا بدنا نقول مروى از تيميل، كيف بدنا نحدد شو السيمانتكس تبعها؟ ولا نروح نشوف وين هل فعلا المروى بالواقع از تيميل معناته ترو، اذا لا معناته ايش؟ فورس. هلا لما عندي انا بروبوزيشنال فيرست اوردر لوجيك، والفيرست اوردر لوجيك فيه سيمبولز، مظبوط؟ في ايش؟ سيمبولز، يعني فور اول اكس ميل اكس اور فيميل اكس. طب كيف بدي انا اعرف المعنى تبع هاي الجمله؟ خلينا نناقش قبل ما نبدا، خليني انا اسال سؤال لغوي، لغوي لإياد. شو معنى التفسير؟ يعني اشي مش واضح خليه واضح، فسر. طيب الشخص، كل شخص له جرين ثنتين، فسر كل شخص له جرين ثنتين، او خلينا نقول مصطفى له جرين ثنتين، فسر مصطفى له جرين ثنتين، فسر. ما بتعرفش تفسير يعني؟ لا لا فسر. فسر لك اياد، اسمك اياد؟ يعني مصطفى بمشي على رجلتين يعني. لا مش شرط شوي هذا كيف تفسر؟ مصطفى له رجلتين، أنا أخذت مصطفى رجلتين. ما هو واحد ما هو صفر ما شو؟ أقول إنه أريد الوضع شو معنى رجلتين؟ لكن شو معنى رجلتين؟ شو معنى رجله؟ شو ما فسرها؟
إنه في عندنا دنيا أشخاص اللي هم رولا ومروة. في عندنا دومين. مش دومين. وحتى الدنيا على الدنيا. في عندنا دومين. اللي هم الأشخاص. في منه. في عندنا أوبجيكت. مروة أوبجيكت. ولا ليش منهم؟ ولا ليش منهم هاي يعني اللي شغيش؟ أجل ليش المهم في الجيت ليش؟ ها؟ في الجيت ليش؟ يعني ما شو بيقولوا هذيك؟ يعني في عندنا دومين أوبجيكت وفي بينهم إيش؟ علاقة ليش؟ هاي مش مفتاحش يعني هاي مش اوبجيكت بس هاي العلاقه تكون موجوده بين تو اوبجيكتس. طيب وعندنا الجمله رولا ثريد اوف مارو نقطه بنقول ها نسقط الكونستانت اللي اسمه رولا على مين على اوبجيكت منهم نقول هاي هي رولا ونقول مره ونسقط على اوبجيكت ثاني بعدين بنمثل الريليشن بعدين لا مش بنمثل احنا نقول هل اللي هي friend of اللي هي نسميها البريدكت صح؟ الفريند اوف بريدكت صح؟ احنا نقول هل فعلا هاي البريدكت هي علاقه موجوده بين تو اوبجيكتس هذول؟ واضح؟ اذا هل هيك عمليه التفسير، فعمليه التفسير باختصار عملية التفسير الانتربريتيشن هي ايش بنشير لها لا ايش لا اي مظبوط صح اي هلا اي شي هاي شي هاي اللي هي الدلتا اللي هي نون انتيتي اللي هي الدومين صح الدومين وهاي اللي هي الفانكشن ففي عندنا الدومين يعني بنقول لك بالبريد لما مثل شو معناته التفسير بالمنطق هي بنقول ناخذ الدومين وبناخذ الفانكشن الدومين والفانكشن الفانكشن شو ناخذ هلا ناخذ هو بعدين بنعمل مابينج مين الكونستانتس يعني بنقول ايه شو الانتربريتيشن تبع ايه انه انت من الدومين صح؟ إنه موجود بالدومين يعني عملية المابينج له يعني رولا فوقها آل تنتمي موجودة بالدومين ومروة فوقها آل لأن هاي يكون رولا آي ومروة آي الكون اللي هم سوري رولا عبارة عن كونستان كلمة رولا كونستان وكلمة مروة كونستان والإنترنتيشن ده بقى حمام للدومين الدومين شو تتكلموا أوبجيكت مظبوط؟ وبعدين الفريند اوف نقول مروه سوري فريند اوف رولا مروه الاي فوقها معناته برضو ايش هي موجوده وين وين في الدومين فالانتربريتيشن تفسير هو عباره عن فانكشن هو عباره عن فانكشن هي عمليه الاسقاط يعني معنى اخر الانترفيديشن تنفيذ هو اسقاط لا مالي اسقاط يعني بشو انت بقول لك فسر شو معناه مصطفى الجريد الدين بصير كل يعني بتروح على الحياه تلك واحد اسمه مصطفى وبتفحص انه له جريد الدين انه كجزء منه ولا لا فهي عمليه ايش؟ المال واضح؟ ناخذ مثال نرجع ثاني ناخذ مثال ثاني بس هل الفانكشن ايش بالضبط ايش؟ الريليشن هذا الفرنس شو الفانكشن؟ ايش فانكشن؟ هاي الريليشن مش فانكشن. هلا لو جينا قلنا شيء ثاني. الفاذر اوف مروه. هاي بتصير مش فانكشن بتصير مش ريليشن بتصير ايش؟ قصدي الفانكشن هذا الفانكشن نفسه كمان مره الفانكشن ريليشن لا اللي شو بتحكي سؤال بسأل شو هاي انا ما بقولش انا ما حكيتش عنها كونسبتيفيكيشن ما حكيتش عنها بس للتبسيط انه بناخذ كل كونستنت نعمل له اول هيك اول هيك بنقول انتربريتيشن هو فانكشن ذات ماس انديفيدوال كونستنت تو اليمنتس في الدومين الاوبجكتس في الدومين ويونري بريديكتس السيمبلز تاعت البريديكتس زي فريند اوف لا ريليشن موجوده بالواقع هلا ريليشنز
وكمان كان قصدنا نقول انه واذا هاي الحالة انه هاي function وين نمثلها؟ لاحظ انه هاي الـ n هون اللي هي وكأنه الريليشنز. فشو بدها ترجع؟ تنتبه لانه الدومين هاي اللي هو العلاقات بين الناس او بين الاوبجكتس بترجع وحده. فانا لا تفصيل بين يعني هي هاي حالي منها هاي حالي منها بس في اللوجيك لازم يكون فاريبل سايز يعني. في المحاضره بنبسط بنحكي ابروكسيميشنز مره بس في لما نحكي في اللوجيك لازم يكون فاريبل سايز. الاوبجكتس الكونستنتس الاوبجكتس الريليشنز البريديكتس الريليشنز الحقيقيين موجودين في الدومين واليونري الانري فانكشن او الفانكشن كان هو سمبل سمبل تاع الفانكشن فاذر او اف او جي او الاخوه الى اخره. لا وير يعني لما نقول مثلا فاذر او مر شو الانتربريتيشن تبعها؟ هي عمليه المبنى. انه ها في اشي بين اثنين نقول انتو اوبجكت الماب بيؤدي له الفانكشن فاذر اوف بيرجع لواحد دائما له صوره واحد. واضحه ولا اعرف افسر اكثر؟ طيب هلا مثال ثاني في عندنا او قبل ما مثال ثاني بدي احكي عن هاي اخر واحدة انه an interpretation in which a formula is true is called a model of the problem. يعني نيجي على الدومين ولما نيجي نعمل interpretation نسقط كل شيء فعلا في عملية الاسقاط كان true هو الموديل. مظبوط ولا لا؟ تذكرين المرة الماضية شو حكينا عن الموديل؟ شو الموديل؟ الانسانسيشن تبع الجملة أو تبع النولج بيس أو تبع الجملة. شو الموديل تبع الجملة؟ هو الانسانسيشن هي الجملة صح؟ هلا شو يعني الانسانسيشن؟ لما نروح نسكر على الواقع إذا كان الاسكار تبعنا ترو فعلا يعني واحد يجي يقول رولا فاذر اوف مرة واحد حكى رولا فاذر اوف مرة بحكي لك تقول في الوجه ولا بحكي فيه ايش مصطفى سان اوف بير زيت انفلسيتي بير زيت انفلسيتي ايتس من صفر قول للذكية صح؟ باللوجيك بتقدر تقول هلا بس هل لما فيش صفة على الوقت صحيحة؟ صحيحة مصطفى بن جنى لا سان اوف سان اوف هلا لما تيجي تسقط على الواقع مش كل شيء بيطلع مرات صحيح مظبوط ولا لا؟ هلا نقول احنا لما الاشياء هاي تطلع صحيحه هاي عباره عن موديل للفورمولا للجمله المنطقيه مظبوط؟ طيب مثال اخر سريع انه في عندي انا معلش مش مثال بس عشان موجود برضه الكتاب منيح انه انتم كمان ايش؟ لا بحب مرات اوضح لكم امثله الكتاب عشان تقراوا بسهوله. في عندنا بيرسون بيرسون شو هو؟ بيرسون اوبجيكت بيرسون هاي اللي بلغ الازرق اوبجيكت الكل اوبجيكت مين؟ موديل بيرسون موديل هاي الكلمة اللي زرقة موديل موديل رولا بيرسون كونستانت شهادة كونستانت في حدا موديل في انسان ما حطيتهاش على الدور انا لا كلمة بيرسون بيرسون مش بيرسون بيرسون اكس از بيرسون واي از بيرسون يعني بيرسون
لا تبالي شيء زي إنسان. هل شيء هي؟ هل هي object ولا هي predicate ولا هي relation؟ هي relation هي predicate. لشو؟ هي object. object person object الكلمة الزرقاء. هذا شو هو؟ شو يعني؟ instance. هذا ريتشارد كابل الأسد. object. وهذا أخو جون بنيك. هاي ريتشارد. هو ما هو؟ بيرسون. طيب بيرسون. هل هو instance؟ instance. هو instance لهذا الأوبجكت. مظبوط؟ صح؟ هو instance لهذا الأوبجكت. مظبوط؟ هو أوبجكت. هو instance يعني أوبجكت. هو أوبجكت لهذا الأوبجكت. مظبوط؟ ها؟ رولا؟ هذا موديل للأوبجكت. شو الأوبجكت هو؟ الأوبجكت هو إنستانس. بنفس الإنستانس يعني إحنا ما بنشيل الموديل بشكل. سعدين. ها؟ الإنستانس. مش بقوله بقول لك هذا الأوبجكت. وعلى فكرة بقوله هذا الأوبجكت. يعني هذا الأوبجكت يطلع هذا الأوبجكت. مش هو الفيرسون. مش الفيرسون بيركي للفرق. شيء هاي أوبجكت. أتسليني أنا؟ أنا بيجي جواب. أنا لا بس. بيرسون هي أوبجكت. بيرسون. الدوائر هاي الموديل. لا. لا خلاص نزل. شو كان الدوائر؟ الأوبجكت يعني إنستنس. طب بيرسون. لما أقول إنديفيديوال إنستنس أوبجكت كل نفس الكلمة. بيرسون. دومين. بيرسون دومين. ما غيرت رأيها. إذا أوبجكت هو موديل. لما الموديل عبارة عن يعني الموديل الموديل هو انستانس او اكثر من انستانس لا ايش لا بريدك ايش قلت انا لا تستعجل لا لا الموديل هو ست اوف انستانسز لا جمله او لا بريدك هاي بريدك يوناري بريدك فادر اوف هذيك باينري بريدك هاي بريدك بيرسون بريدك كونسيبت يعني دراسة شو اللي استنتجته أنا وأنت وفلان فلان طيب يعني بالنسبة للبريدكت بيه أوبجكت والدومين أيوة الدومين بس ست أوبجكتس شو 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 لا 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 الدومين شو عليك بيه الدومين إت إز ثلاث في كلمة دول set of all objects of all instances. كلمة object instance individual هذول نفس الشيء. أول شيء إذا domain في شو في كلمة set of all instances. Set of all relations. Set of all functions. بس يعني شو يعني set of all relations شو يعني set of all objects هم بنفسهم. يعني نقول رولا الأوبجكت نفسه رولا هذا اسم كونسبت بس انت وشخص ثاني وشخص ثالث وشخص رابع عنده أوبجكتس موجودين وين العلامة الموجودين بينكم برضو هاي وين موجودة العلاقة الحقيقية موجودة برضو في الدومين والفانكشنز برضو موجودة في الدومين هذا هو كله على بعضه ايش؟ الدومين هلا بنيجي على المنطق اللي بيوصف الدومين بيجي على جمل منطقيه بتوصف الدومين شو فيها الجمل المنطقيه فيها كونستانتس فيها كلمه رولا فيها بريديكيتس يوناري بريديكيتس يوناري شو يعني يوناري يعني لها لها باريميتر واحد زي بيرسون ميل يونيفرسيتي وفيها ريليشنز اللي بسوري فيها كلها كونستانتس جمل منطقيه وفيها بريديكيتس يوناري واينري اناري زي قلنا يوناري زي بيرسون يونيفرسيتي يلا معانا مير في مير ستودنت يوناري بريديكيتس تيشر تيشر
طيب وفيها باينري بينفيتس زي فريند اوف فادر اوف ستودنت اوف. طيب وفيها تيرنري بينفيتس يعني له ثلاث حدود زي عامل وماده الاي ار والعلم اللي موجود على ماده الاي ار. ها هذول الثلاث مع بعض هي تيرنري تيرنري يعني انها يعني بينفيتس له ثلاث باراميترز ومرة في أشياء إنها أربعة باراميترز وعشرة باراميترز. طيب إذا كل في عندنا دومين جديد تبو دومين ستة بول إنستانسز وريليشنز بينهم والفرنشيز بين هذا دومين. ها طيب الجمل اللوجي أو الجمل المنطقي اللي بتوصف الدومين في كلبها كونستانس في كلبها بريدكتس وريليشن والفرنشيز. هلا ايش صفه الفرق بين الاوبجكت والبريدكت؟ اذا حكينا الدومين هو السيت اوف اوبجكتس ايوه هذا الدومين الاوبجكت والبريدكت. هلا شو الفرق بين هلا هاي بالضبط هاي الاوبجكت هاي اوبجكت وهاي البريدكت. الاوبجكت از ان بنسميه ان انستانس اوف بريدكت زي كلاس اوبجكت جافا. هلا اذا كانت هاي برادر اوب بنسميه هو شو الاوبجكت تبعها شو الاوبجكت تبعها مش شو الاوبجكت تبعها بنسميه الدومين زي شايفين ها هلا بتوضح. خليني بس اورجيكم في عندنا بيرسون في كلب اوبجكت سو سمينا نرمز له بعض وفي عندنا اوبجكت ثاني نرمز له بجيل هو جو ولاحظوا انه في بينهم ايش علاقه برادر اوب ها اخو هذا وهذا اخو هذا وفي عندنا تاج ها اون هيد انو لجو وفي عندنا هذا له الليفت ليج ها وهذا كمان له الليفت ليج الها يعني الانستنس تبع الليفت ليج لها حتى لها هيك صوره ثانيه تمام هاي حتى نورجي انه يعني هاي انستنس وهذيك انستنس ثانيه اه هلا لا شوفوا هون شوف هذا اللي بدكم تشوفوه هذا دوري هذا كان سؤالك شوف هيك قلب دوري هذا دوري جبنا فيزيكي رحنا على كوكب جبناه وحطيناه قلنا هذا جون وهذا سوري ريتشارد وجون وهذا هاي اجر ريتشارد وهاي اجر جون وهذا مجر ست اوف اوبجكتس يعني كنا نيجي على الغرفه ناخذ كل شيء بالغرفه ناخذ كل شخص ناخذ كرسي والكرسي ناخذ اجزاء مرات هي بعض الاجزاء عباره عن اوبجكتس طيب وناخذ كمان العلاقات بينهم زي هون ناخذ ها هاي كل العلاقات بين هون طبعا للتبسيط في عندنا علاقه واحده اللي هي البراذر مضبوط في براذر باتجاهين على فكره انه هذا اخوها هذا اخوها كان هذا اخوها وهذا مجرد هلا بنيجي على الصف بنقول اه شو العلاقه اللي موجوده بالصف؟ في حدا فريند مع حدا بنسجل في حدا تيش حدا في حدا نيبر لحدا في حدا اخو حدا في مزبوط نحط كل العلاقات الموجوده فعلا هذا مش لوجي هذا شو هو الدومين ها طيب بعدين في عندنا اللي هو هذا غير ريليشنز هاي بس عشان اورجيك انه في ريليشن انه هاي اجر ريتشارد وهاي اجر جون يعني انه برجل وحده اه فانت شو في الكلب الدومين هذا الكلب الدومين طيب هذا الكلب الدومين خلينا بس نكمل الفكره هذا الكلب الدومين هلا باللوجي لما احنا نعمل الانتربريتيشن احنا شو بنساوي؟ بنعمل عمليه المابي يكون هو هذا الفانك هو عباره عن فانكشن بنعمل عمليه المابي لما بنشوف هيك ريتشارد لما بنشوف ريتشارد كلمة ريتشارد أو آر بنروح بنعمل مابينج على وين؟ إذا هاي شو هي آر؟ هي عبارة عن كونستنت صح؟
لما شو نجي نعملها ما بين على الاوبجكتها ولا لما نقول ار برادر اوف جي بنروح بنقول ار وين هاي وين مسكتها ار على واحد من هذول طيب هاي ايجر ريتشارد في علاقة بين ريتشارد وإيجر لا وإيجر بس هذا فهمت ها اللي هي بيجي نسبتها وين على واحدة من هذول التوبلز هاي نسميها توبل ها سؤال الموديل الموديل هو شو يعني طيب هل ما عملت هذا شو اعطيني منك عشان اعطيك الموديل تبعك بيرس شو اسمه مصعب مصعب ومصطفى واياد واحمد وعمر ورولا سليم مروه مجموعه الاوبجكتس مجموعه الاوبجكتس هذول هم الانستنسز او هم الموديل لا كلمة بيرسون هلا اعطيني بدك ثاني اعطيك كلام بدك ثاني نحن عشان نطرح لو بدك انت توصل بالشيء اللي بجمع الموديل كله يعني الموديل عباره عن سيتس فيها انستنس البريدكت عباره عن الشيء اللي بجمع هذول كلهم مع بعض بسموه موديل بجمع الاوبجكت اللي تخليها يعني ايش بنقول بجمع يعني انه في عندي بيرسون شو من انستنسز ذات بيرسون في عندي فبرنت اوف اعطيك هيك عندك اعطيك مثال جبته ل يونر بريدكت صح؟ بعطيك لوين انا بريدكت شو الموديل؟ اعطيك مثال على لوين انا بريدكت عشان اعطيك الموديل فرنت اوف عامر بقول لك عامر وسليم يعني بالواقع فرنت مع بعض مصطفى واحمد فرنت مع بعض بالواقع هذول الامثله يعني الانستنسز الموجودين بالواقع هم الموديل لا ليبرتي تبع ايش؟ الفريند كذا اعطيتني يونت ريبريتيكت اعطيتك عليه اعطيتني باينري ريبريتيكت اعطيتك عليه هذه نقول جملة ثانية نقول انه كل جملة كل اكس واي في عندنا فريند واي انه اكس لابس احمر واي لابس اصفر أو لابسين اثنين أحمر إنه كل اثنين أصدقاء لابسين أحمر ها الجملة كاملة شو الموديل تبعها؟ شو الموديل تبعها؟ إنه هم الريفرنس اللي لابسين أحمر يعني نروح نقول أنا كنت أدرك على الشروط هاي كلها كل فريند لابس أحمر هذول بنجيبهم توبلز والله هذول هم الموديل للجملة اللي تطبق عليه فاعطيتني يونري بريدكت وشفنا المثال تبعه اعطيتني باينري بريدكت شفنا الموديل عليه اعطيتني الجمله اعطيتك شو الموديل تبعها كان نقول عندي نولج بيس شو الموديل تبعها بنفس الشيء مجموعة من الانستنسز اللي تطبق عليها كل الاشياء مش من نولج بيس طيب هون في شيء أقوله وهذا كل اللي قلناه. شوف هاي. خذ هذا مثلاً. هلا أنا في عندي الدومين اللي هو الأوبجكتس. شو في عندي؟ أوبجكت. هذول إيش؟ لا. هذا الأوبجكت. من دي هون دي وان لدي إن هم إيش؟ ست أوبجكتس. إيه؟ هاي أوبجكت. كونست هلا يعني هل كان اوبجكت سنين حقيقيه هلا ايه عباره عن كود يعني اسم يعني ايه هو الاسم ل الاوبجكت دي 1 زي كلمه مصطفى كونستان هي ايش هي لا مين الاوبجكت معين هلا شو اسم دي 1 دي 1 شو اسم دي
افترضوا هيك. هلا انا بقول لك انه دي 1 بلاك، دي 1 هذا الاوبجكت شو ماله، شو لونه؟ بلاك. وكنت اكريت بالاي دي الدومين كله، يعني شو يعني؟ يعني كل الاوبجكت اللي في الدومين ريد. مفترض جدا هلا بنسال، هل اي امبلايز انه بي ريد؟ ليه؟ لان كل الاوبجكت اللي في الدومين ريد. طيب هل بي بلاك؟ لاحظ بلاك شو بي شيء هي؟ بلوكس. بلوكس بي شيء هي؟ اوبجكت. انو اوبجكت؟ دي 1. ها؟ دي دي؟ شو يعني بلوك؟ انو بلوك. اها شو يعني بي؟ بي اسم، بي اسم اوبجكت. شو هو الاوبجكت؟ شو رمزنا له؟ دي 2. دي 2. طيب هل بي 2 بلوك؟ لا مش هاي. ما هي هي عندها كل كل المعنى. لا لا ان شاء الله. لا ليه انا اقول بلوك؟ دي 1. واحد ما جرب. ها؟ هي عباره عن انسل. هون هذا كله بتقرؤوا لحالكم. هاي بس عملية، هذا المثال أحسن إشي. شو شايف هون يا عمر؟ شو شايف هون؟ بلوكات كلها أسماءهم. شايف هذا شو شايف؟ بلوك A B C D E E إنه A above B. أيوة خلاص هون. رأيي دي شو شايف؟ أحكي عارف. B above C A above B D above E أو بيرو. هيك انت شايف صح؟ هل هذا شو شو هذا بنسميه اسمع بنسميه الكونسبتشواليزيشن. كونسبتشواليزيشن لا تهدم هذا. لا شو في الدومين هذا يا رولا، لانه هذا كان سؤالك. في عنا اللي هي على فكره هي الانترنتيشن. هلا لو سالتي عمر قلت له او هاي بلوك بقول لك اه في عندنا مجموعه بلوكس اللي هم A B C D E وفي عندنا علاقه بين هذول البلوكس اسمهم above اللي هو A above B B above C D above E وفي عندنا شيء يعني فيش فوق شيء كلير اللي هو A و D وفي عندنا تيبل الموجود على الطاوله يعني اللي هو C و E. طيب سؤالي هل الانترنتيشن نعم انتيلز انه A is a block وانتيلز انه F is a block مرة؟ ها؟ مش معانا. طيب شهان هل الانترنتيشن هذا هذا الانترنتيشن انتيلز انه B above E؟ طيب جارك فضل هل الانتربريتيشن هذا امبلايز انه بي اباف سي؟ ها؟ طيب استاذ اذا نقدر نقول بي اباف عرفنا اذا قلنا انه اي اباف بي وبي اباف بي نقدر مثلا نستنتج الانتربريتيشن ده بي اباف لا الانتربريتيشن دي بس عمليه اللي هو الدومين اللي هو الواقع اللي هو عملية الريفليكشن تاع الواقع يعني الدلتا بنقول الدومين انه هذا موجود بالدومين هاي كل الاشياء هيك مرتبة بالحياة يعني انا قصدي اذا طلعت هاي المسألة فحط لها انترفيتيشن ثاني بالشرط انه تقدر تحط لها انترفيتيشن ثاني شو هو؟ يعني مثلا بقدر احكي انه بي بسايد بي مثلا وسي بسايد بي اه بالضبط او بحكي انه اي اباظت بدك تحكي شيء ثاني على الدومين بالضبط صح. طبعا انا اللي سالته كنت انت شو شايف؟ هيك سؤال كنت انت شو شايف؟ هلا اقول لك ممكن نشوف اكثر من هيك ممكن تكون طب ليش حط تيبل؟ يعني الطاوله اللي هو هاي ليه ما حطيتهاش في الدومين؟
لا ما حددتش انه هاي بعيدة عن هاي كذا، لا ما حددتش العلاقة بين هاي وهاي، لا ما حددت طبعا. يعني هاي بسموها في الجرانولاريتي، جرانولاريتي. فبقول لك انت اوكي انت بالكونسبشواليزيشن تبعك كيف انت زي ما انت شايف الدنيا شو الانتربريتيشن كذا وكذا وكذا. نعم 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 phi is satisfied by ايش يعني true n and an interpretation i بنقول ان formula satisfied by interpretation i under a variable assumption. يعني مش عرفنا شو عن satisfiability المعلومات دي جاري satisfiability ايش جملة هاي satisfied يعني نقول بيرس كل بيرسون واحد يدخل واحد من المريخ بيجي على الغرفة بيدخل على الغرفة اها بقول بيرسون هل بيرسون ساتسفايبل؟ بقول صح بيرسون هل بيرسون ما هو ساتسفايبل؟ لانه ليه؟ في لها موديل في لها موديل. هل جملة معينة ساتسفايبل؟ حسب اذا لها موديل يعني اذا في انستانسيشن واحدة بتحققها معناها تكون ساتسفايد اذا لا معناته لا فبالتالي بنقول ايش احنا هلا بنقول فورمولا يعني سنتنس از ساتسفايبل اذا في انتربريتيشن اي اندر ا فاليبل اساينمنت. انه هلا ما نيجي نعمل ريفليكشن على الواقع اي هلا اذا في عندي بريديكيت هاي تي 1 تي بريدكت مش في كلمه مثلا نقول فاذر اوف مصطفى مثلا هلا هذول اف اند اونلي اف انه في توبل بالواقع ينتمي الى دوبل واضحه صح؟ طيب اذا في عندي جمله بنقول هاي يعني الفا انتيل نوت فايل اذا موجود بالواقع انه فعلا الفا داز نوت انتيل فايل والفا انتيل فايل اور شو هيك بنفهمها؟ ابسلون ساي اها اف اند اونلي اف انه الفا انتيل فاي ان الفا انتيلز اوبسايد هلا والاكستنشن الفور اول بنقول انه الفا انتيلز فور اول اكس تنتمي ل فاي يعني زي فور اول اكس فيميل وبيرسون يعني والفا انتيلز هاي إذا كان عندنا فور اول يعني فور اول في كل الحالات هون في حالة واحدة هون عملية تمثيل اللي بنقوله باللوجيك بس وهذا كله اللي قلناه عدينا نص ساعة بنقول فيه بس كيف بنمثل كيف بنعرفه فورمولا. طيب درسنا بصراحة كل هذا الكلام تراجعوه في عندكم تسجيل ليه شو معناه satisfiable or unsatisfiable, forcible or valid, autotology شو معناه الموديل كل هذا مفروض يكون واضح. وهون الاكوفيلنسز اللي ورجيناكم هناك في البوزيشنال لوجيك هون نفس الشيء فيرست اوردر لوجيك بنقول هاي السنتنس اكوفيلنت لهاي انا بساعدك قريتها for all x تنتمي لها for
5 or offside. شو مالها؟ هذول تاخذ حرف يوناني، تاخذ حرف يوناني. معلش في الناس انت بس طلعتهم مش هذول قبل اساس هذول بصراحه يا مش راح اسمع هذول اللي كنت تطلعوا عليهم في تعرفوا كيف في البروفيشنال لوجيك مره اعطيتكم برضه كوفيلانسز طيب هون برضه في كم من سلايد ايش حشرحهم من مره اللي هم بيتعاملوا مع ال انه في عندنا احنا نوليدج بيس يعني هون باختصار اللي بدي اقول لكم اياه انه انت بتبني نوليدج بيس وبتبلش تعمل عليها كيف تبني نوليدج بيس هذا كله تقراه انت لحالك في الدار مش حقرا لك اياه من مره هذا شيء عن جينولوجي جينولوجي نوليدج بيس عن الجينولوجي وهي كوير يعني عندك هاي السته اكسيومز او ستيتمنتس وبعدين فيك تسال هذا مثال وفي مثال ثاني جايبه من الكهرباء عشانكم انتم لكم علاقه بالكهرباء الجيتس نفس الشيء كذا تقراوا في البيت طيب هلا بدنا ندرس شو هم خلينا نلخص المحاضره معلش شو درسنا لحد هلا يا عمر ها أولاً خلينا نسأل شهادة بلاش المحاضرة جاي تنسى ايش وقت المحاضرة الماضية يلا شهادة يلا شهادة شو درسنا اليوم؟ فاستر درست ايش؟ هي عندها مش يعني فاهمة بس مش فاهمة على فكرة بعد المسكين جاي متوقع انك سألتها فاهم جمل مكتوبه بالفيرست اوردر لوجيك
اختصار. طيب قبل ما نعمل عليها، خذوا هاي الصورة كما تصورها الفنان مصطفى. أنا حاولت أمثل لأن أنا شخصيا كان عندي مشكلة أفهم شو يعني الكوير وشو يعني الريزنينج. وأنا جايب لك في داتا بيس، أنا أشتغلش على الداتا بيس، كل شيء بقيسه بالداتا بيس. فكيت أحط مثال هلا في عالم الداتا بيس، هاي الداتا بيس، هاي ورقة مثلا. هلا بيجي عم نقول انزيرت ستيتمنت، انزيرت كذا كذا كذا، تفو تفو انزيرت. هلا كل شيء بدك تدخل على الداتا بيس، شو اللي بيرجع؟ الغلط بالنسبة لشو؟ في شيء مش مطابق لايش؟ للاتربوتس، اللي هو السكيما والكونسترينتس اللي فيه. وكأنه السكيما والكونسترينتس عبارة عن مورفول، عبارة عن مورفول بندب عليه اللي بدنا اياه، هو بفوت بس ايش؟ فلتر. فوت ايش؟ الشيء المطابق، الشيء المطابق لايش؟ السكيما. معناته هذا اللي هو ما شو هو مطابق ل، يعني ترو بالنسبه ل، يعني موديل بالنسبه ل، صح ولا لا؟ مزبوط ولا لا؟ مش موديل؟ مش موديل للسكيما؟ هلا تيجي تقول لك تعمل كويري، اعطيني كل الطلاب اللي لابسين احمر بدرسوا اي اي، هلا شو اللي بيطلع منهم؟ زي المنظور، اعطيني كل طلاب بدور كذا 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 وكأنه برضو كل بنروح بنلف على كل الدبلز هذول الموجودات هو اللي بيطلع فلتر. يعني وكأنه حطينا كل شيء، كل الداتا بيس حطينا تحتها الفلتر المنخل وكله اللي بمرق بمرق شيء الداتا بيس. فهمت علي؟ هذا الموديل تبعها اللي هو بنسميه موديل ثيوريتيك سيمانتكس في عالم اللوجيك، نسميه موديل ثيوريتيك سيمانتكس، او في ناس يسموه كلوز وورلد، كلوز وورلد اسامبشن. بس على فكره مش هيك اللوجيك. اللوجيك في عندنا سيستم ستيتمنتس، اصلا مش مخزنات في داخل الانجن، هذول وكانك تحط التكست فايل اصلا. وبنقول للناس حط اللي بدك اياه، حط انها جامعة بيزيت توكل منسف، حط فيش اشي بمنعك، فيش مرخل هون يمنعك تحط في داخل النولج بيس اللي بدك اياه، حط اللي ايش بدك اياه. واضح؟ طيب الكويري تبعتك اللي بتنحط هون مش زي هاي، لاحظ انه هون مش موديل للكويري تبعتك، ولا انت بتلف على كل اللي بدك اياه، بتحط هاي الكويري وبتعمل عمليه بروف، ماثيماتيكال بروف. ليش نسميهم هذول الانجنز اللي بتسوي هالشيء معها؟ بنسميهم بروفا. بروفا يعني ايش؟ بالعربي الانسان اللي بيثبت الشيء بيثبت، يعني الشيء بيثبت 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 نعطيه كل النولج بيس وهو ايش؟ بيثبت. حلو، بس لاحظ انه النولج بيس فيها اشياء، فيها اشياء مالها النولج بيس فيها اشياء احنا مش بحاجتها، ممكن تكون غلط، ممكن تكون فيها كونتراديكشن، ممكن تكون فيها اي شيء. حلو، فالريزلتس اللي بتطلع هون بتطلع نتيجه الباب. هلا هذا الموديل بكشف عن هذا الموديل، مزبوط؟ صح. هلا ها على فكرة هذا الموديل بالتفكير بيزبط الإنترنت، لأن الإنترنت مفتوحة ما بتقدر تحط الناس في الدار، بيزبطش، مزبوط؟ هذا اللي بنسميه open wall assumption وهذا closed wall assumption. اللي هون الشيء اللي شو بنسويه؟ إن عملنا truth evaluation، هون عملنا proving، هون عملنا تروث ايفالويشن للاشياء اللي ندخلها ونطلعها. بالضبط زي ما بنقول منخل بنحط كل شيء واللي بيسقط بيسقط، هون لا، ما هو اصلا اللي موجود قد يكون في كونتراديكشن،
صح؟ إنه ليس هناك ما إما نحط إنه University is missed. ها؟ هلا. فبهاي الحالة شفتوا كيف فكرة الـ knowledge base؟ فبديك بس تتذكر إنه أنت عمليا دائما تلف تعمل بروف. والبروف هي اللي بدها. وأي شيء من عمل بروف معناه هو بيجرى. من هون اجت كلمه بروف ومن هون اجت كلمه كويري بس مرات نقصد في الكويري هون يعني معناها بروف ها استاذ ليش ما بتقدرش تحل بروف مش كويري لا ما بظبط كده بظبط كريزلت يعني هاي بروف ريزلتس يعني لازم الكويري دائما تطلع لي كويري مش دائما تطلع ريزلتس اصلا ما عندك شيء انت مش شيء معناها لما تعمل بروف شيء تطلع معها ما عندك شيء ريزلتس معناها هاي مش كويري؟ لا مش كويري لا يعني كلمة هون بنعمل بروف بقول لك بروف انه شال الغريب بقول لك ايش عمل كويري عشان بقول لك نعمل بروف للاشياء اللي كذا 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 فهي بعمل بروف طيب ها؟ اذا ما قدرتش اعمل بروف؟ ولا كنت بروفيكشن بتعرفش انه صحيح او يعني فيش معلومات كافية عشان نوصل لو مقدرش توصل النتيجة بدك تعمل بروف لشو؟ يعني في عندك إشي جملة بدك تعمل بروف لشو؟ لا إشي كل لحظة بروف تعمل كوير ما بتقدر تستنتج إذا في صح أو غلط يعني أنت مش عندك صفر معنى بروف بيطلع لك كوير نتيجة الريزلتس ولا إشي؟ لا استاذ يعني فتحت كوير مثلا بيتخرج في الشعبة هاي بس انت فيش عندك sufficient information حتى تعرف تقدر يعني تعرف مين بيتخرج انا ما بتطلعش من شيء يعني بعد بروف بتطلع ولا شيء طب مش هيك فكرة اللي بدنا اللي بنعمله بروف بس بتكون results بس اللي بنعمله بروف بس اللي بنعمله بروف بنعمل بس بتكون بس اللي بنعمله بروف ممكن يكون results وممكن لا لا مو عشان فيش sufficient information معناته فيش اشي كافي انه يخليه يصير results انا بفهمك صح بس لسه بتشوف كم تبي تعمل خلينا اهم شيء بس نسال سؤال مصر كنت في محاضره رقم ثلاثة ثلاثة وعملنا عملية كيف شو طرق الانفرنس اللي بروبوزيشنال لوجيك الفاليد تو فاليدز الانفرنس تو وورز وين؟ وور انا شفت الصبح عن زمان اسالني ممكن عن الفهم بقى فاهم عن جد انه عندك فهم؟ لا ما صبوها ولا شيء سبب صبوها يا انا فهم اخر في قدر الله يعني تذكرت شوية؟ هل بزبط هذا الـ Propositional Logic؟
بزبطش ليه؟ ليه؟ بتضمن انه هو الشيء اللي عملت فيه انا مش عندنا كونفرنس على المجلس هنا. اها فمثلا ممكن انت تكون عندك مجلس تسال سؤال من وجهه نظر المجلس فعنده شو بعمل الحفاظ مثلا؟ خليني اورجيك مثال، خليني اورجيك مثال. ها يلا يا اسم دانيا؟ دانيا دانيا ذكريهم كيف بنحول هاي للبوزيشن؟ فور اكس فور اول اكس في عندنا كينج اكس وجريدي. شو هذا جريدي؟ طماع وايفن شرير. اذا في عندنا كينج ملك وكول طماع هذا معناته شرير وجوها ملك وايش؟ طيب هذا نحولك عشان نثبت إيش شو لازم كنا نحولها على CNF. CNF اللي هو conjunction of disjunctions، يعني في أشياء بينها or هيك أشياء بينها or، بس بين هاي الأشياء شو؟ طيب هاي كنا نحولها يعني لو فرضنا كل واحد سميناها R, Q وسلام خاص بتكون الأول or يعني negation الثانية. هاي الجملة الأولى كاملة or نفي even X not even X. متأكدة؟ مزبوط كلام. طيب هاي ورقة شو سويت فيها؟ يلا ولا تساعدني هلا هلا رونا هذا حلو for all X كانت موجودة من الروسيا لا كيف جت تحول تكون ده صح لما تحول نحطوها مرة بدي أقرأ كل ما بين كيف سبب هو يعني عشان عمل الرسول سي إف المشكلة كانت وين سهل يمكن تقدر تحولها إف إف ها لا إف لا هذا لا ايش معناها شو معناها يعني اذا كانت هاي ايش معناها تقول انه كل اذا تحول هلا بالروس شنو اللي شو كان ما كانتش بس كان لا كانت هاي دي مثلا بي وكيو وها اوكي هاي فاكرو هاي جوز فورس هاي ترو هيك فلما حطينا هاي شو يعني يعني انت في عالم اخر بتسوي بي1 وبي2 شو يعني شو هم البيون؟ يعني لما بتسوي جو يعني كينج اكس عباره عن كينج اكس 1 وكينج اكس 2 وكينج شو يعني اكس 1 واكس 2؟ المفروض اكس اوبتيك تبل اكس اللي هو اكس 1 واكس 2 بس شو هم اكس 1 واكس 2؟ بدهم يحطوا اكس نفس الدبل اكس اللي هم سمير بدهم موجودين في الاكس اللي ما بنعرفوا في شيء موديل اكس اللي هم اشخاص بيطبقوهم كينج و 3 يعني بالضروره اخذ هاي الجمله أخذ هاي الجملة وحط إيش كل الاسس عشان أقدر أحول هاي الاسم وحط هاي بدها كين ها بدها حط كل إشي Every instantiation of universally quantified sentence is entailed by it. طيب هلا شو اللي بصير؟ كلكم باختصار شو معناها؟ بجيب instances زي ما قلنا بكينها بحط كل ايش؟ الانستنسز الممكن زي جون وريتشارد بحطهم كلهم. ها؟ وذاك ثار بالضبط هي المشكلة أصلا أنهم كثر. كيف حلو بس ما سهل بالضبط هلا بنشوف بقى لا خلينا نخلص بس هذا بس هلا طب اذا عندي هاي الجمله يلا هاي بس عم بدها يلا يعني فيش يعني
في تاج واحد او في على الاقل تاج موجود على راس جون. هلا كيف نساوي؟ روح كل جيب كل الاوبجكت وعوضهم؟ لا بدك اوبجكت واحد بدنا نحكي اوبجكت واحد مش مهم على فكره، مهم نفترض ايش؟ بالضبط ولا في اسهل اسهل. نحذف هذا ونحط كونستنت معين، كونستنت هذا مش فاريبل مش زي اكس، هذا ايش؟ كونستنت. بنقول انه في سي واحد موجود هون موجود. هي بهي الحالة صارت ايش؟ جروبس سنن نتعامل معها حتى نتعامل معها كجروبس. ها؟ ونكمل المحاضرة. يعطيكم العافية.